وكاتب. طيب نرجع الحين لموضوع الثاني ثانوي. قول لي ايش السالفه في ثاني ثانوي؟ بسمع منك ترى ما كان عندي محور لثاني ثانوي بس انت اعطيتني محورك هذا، تفضل. الدنيا تسرعت. سم؟ في ثاني ثانوي انا كلمت لي رجال. لما تقول الجامعه انا ما كنت ابغى الجامعه اصلا. الرجال اللي وعدك بوظيفه؟ بالضبط. ومن ثاني ثانوي الى الحين يعني خلينا اقول 4 سنوات 5 سنوات وانت متامل هالوظيفه تجيك الى يومك. صحيح. عشان كذا ما كملت لا جامعه ولا شيء، وممكن بعد معك ثاني ثانوي يمكن ما كملت الثانويه، انا ما ادري. لا لا كملت الثانويه وانا الان جامعي. لكن الشخص هذا وعدني موضوع. انا جامعي. نعم. تكمل جامعه جالس ولا وقف؟ لا لا اكمل جامعه لك، ووقفتها في يوم دخلت فتره البرنامج البزنس. تمام. اسلم، الرجال هذا ايش اللي صار بينك وبينه؟ الرجال وعدني بوظيفه. تمام. في قطاع معين وقال راح تدخله ولا تقدم لا في جامعه ولا تقدم لا في كليه ولا تقدم في ايش. موضوعك تقدم على هذا القطاع موضوعك انت. وضرب على صدري. قعدت سنتين وانا على هذا الامل، وكل من حولي يدرون ومتأملين او انهم حاطيني في هذا المنصب اللي انا موعد. بعد ما خلصت السنتين كلمت الرجال قال لا تقدم في اي قطاع او اي جامعه، ما ادري ايش السبب. قال قدم على هذا القطاع بس. فرحت انا كاجتهاد شخصي قدمت عليها كلها. اول قطاع رفضني اللي قال الرجال انه بيقبلني فيه. بعدها لا حياه لمن تنادي. طيب يا نايف، معناه هنا ما يتوقف شيء او ما هو موقف هذاك اللي حيأثر على نايف يخليك تدرس انك تكره تخصصك؟ بس انها تخصص الرياضيات تخصص جميل. تخصص جميل، لكن اذا انت بنيت طموح على شخص وبنيت امالك على شخص حطني في موقف لا احسد عليه. حتى دخلت الجامعه وانا ما ابيها. افهم من كلامك انه ما نرفع سقف توقعاتنا في الاشخاص؟ صح. وندمان؟ وندمان؟ في بيت لي اقول ترى الرجل ما هو بيندم وينظام الا لي خيبه من هو هقابه. انا كنت هاقي بهذا الشخص هقوه. الشخص هذا تقدر تذكر اسمه ولا؟ ابدا لا. ليش؟ بس اتحفظ. كتبت لك الاسم، ايش رايك؟ انا ما راح اذكره عسى ما اكون في مساءلة قانونية ويكون شيء له تبعات عندي. الاسم لا يذكر ولا يطلع. لا لا ما حذكر، ما حذكر. شوف ما حذكر الاسم يا نايف. انت منين جبت الاسم؟ ما عليك انا منين جبت الاسم. انا اللي قلت لك اياها الحين كتبت لك الاسم ولا راح اذكره على الهواء. اذا انت شخص بس الاسم منين جبته؟ انت اللي ذكرت القصة اولا واخذتها في عدة محاور، مو بأنا. انا الاسم هذا موجود عندي وهذا حذفنا الاسم عشان ما احد يشوفه. حاب تذكر على الهواء؟ لا. عندك الصلاحية. ابدا. حاب توجه له رسالة؟ وجه له. حاب تعطيه بيتين بما انك شاعر ما شاء الله ودائما الشعراء يردون بالشعر. قرار لك عشان نروح المحاور اللي بعدها. الله يسامحه. هذا اللي انا اقدر اقوله. مرت فترة طويلة ودخلت انا في الجامعة ونحمد الله عوضني الله بالبزنس. طيب